تامر التوت ليسو معزية تسيو الفلة دريغ توا تجي مية دي سر في ون دي جر في ون تسم فيغ تتم فيغ تي كل تي سي ديس ايجنو قليد يخست مرنس يخس يودن النس يبد يولي ينوغ ديوفا ايمان النس سيمان النس أهلين ومرحبتين بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ليفيا زي ما هي ضمن سلسلة فسيفساء، السلسلة الرمضانية الاستثنائية اليوم. ومن ضمن المواضيع الرمضانية قلت نتكلم على يعني حاجة كانت معروفة في ليبيا حتى الأربعينات، ويخي استمرت حتى الخمسينات وماتت بموت آخر من كان يزاول في المهنة هذه. اليوم بنتكلم على الكاراكوز ولا الكاراكوز ولا الكاراكيز ولا مسرح الظل. المهم عرفتوا شن هو الموضوع، واللي ما يعرفاش حنتكلم عليه بعد شوية. رمضانكم مبارك، يسنمر في اللاون أوزوم بالأمازيغية وسلانجو بالتبوية. اللي شفتوه بكري هذا فيلم من ساعة وثلث، يعني مقسم على 5 أجزاء 20 دقيقة لكل مقطع، درته للتلفزيون المغربي سنة 2007 بعنوان ذاكرة الظل. أحصد جوائز مهمة في مهرجانات مختلفة، والفكرة متاعها هي فكرة مسرح الظل نفسها أو القراقوز اللي بنتكلم عليه، لكن اختمتها بتقنيات جديدة. ذاكرة الظل كانت تتكلم عليه تاريخ أمازيغي منسي، هذا اللي سميتها ذاكرة الظل منسي، وضفت فيها التقنية هذه وجسدت شخصيات تاريخية زي غرطة وخوته وقائد جيشه وحربه ضد الرومان، يعني تجمع ما بين الهزل والجد، بين الدراما والتشويق. أنا بديت بها لأنها يعني نفس التقنية درت بها الحلقات، واللي اليوم موضوعنا هذا، ولكن موضوعنا اليوم طبعا تاريخيا أقدم وأعمق وتقنيته مختلفة جدا. أكيد بعضكم يعرف شن هو القراقوز، ولكن اللي ما يعرفش مسرح القراقيز غير مسرح العرايس. يعني أكتركم ربما يعرف مسرح العرايس، وبتعرفوا علاش أنا مجيب معاي العرايس هادو، وهذه قصتهم قصة حتى هي، وشكلهم هذا تعرفوا أنه آسيوي لأنه مرتبطة بموضوعنا كله. بها خلينا نحطها هنا باش لما نتكلم ربما نرجع لها. يعني وبنجوه بعض شوية، القراقيز كانت منتشرة في أغرب الولايات العثمانية، واختفي في بعضها زي ليبيا، وقعد في البعض هو ما اختفاش في ليبيا تو نتكلم عليه، وقعد في البعض الثاني جزء من الموروث وذاكرة الناس. خلتهم يقولون العثمانيين هم اللي جابوا التقنية هذه معهم، يعني سبب ان هي انتشرت في الولايات العثمانية وتغلغلت قالوا ان العهد العثماني يعني هو اللي جابه للبلدان هذه. وفي العهد العثماني الاول كانت تندار باللغة العثمانية التركية، وكانت مصدر للترفيه على الجنود، ولين ونقدر احنا نتكلموا على هذا من هذا المنطلق. يعني الجنود العثمانيين جابوها معاهم لليبيا وانتشرت معاهم لعند ما نوصلوا للوسطي اللي بنجوه بعد شوية، وكان خلالها بالدارجة الليبية، وهذا لعند الأربعينات. به زي العادة خلونا نولوا التالي شوية، وربما أكثر يعني من شوية الحق. يعني منين جاي مسرح خيال الظل هذا؟ وعندها سامي هلبة وزي ما قلت أنا قبل شوية، وحنجيبوهم أكثر بعدين. وفي وقتهم نلقوا بعض النصوص التاريخية في العالم الإسلامي تتكلم على التقنية متاع خيال الظل ترجع للعصر العباسي.
الحقيقة فيه شوية مبالغات لأن النصوص حمالة، هو مجرد بيت شعر، وهذا البيت شعر قال أجعل منك ظل أمك ومش عارف شنو هو قصة زي قال لك معناها خيال ظل وإلى آخره، ولكن هذا ربما يعني مبالغة شوية. ولكن نعرف أن النصوص كثرت في العهد الفاطميين في مصر، ونعرف أن الفاطميين بالرغم أن بداياتهم كانت في تونس والمغرب اليوم، لكن خيال الظل ما ليش حسب علمي أي ذكر في أفريقيا الشمالية قبل العثمانيين. لكن بدون شك تاريخها في العالم الإسلامي أقدم بهلبة من كل هذه العصور. وفي تصريح قديم أقدم شوية من المماليك في عصر صلاح الدين الأيوبي الأيوبيين، حضر صلاح الدين الأيوبي مسرح خيال مع القادم تاعه، وهذا كان حوالي 1170 حاجة زي هيك أو 1171. وصلاح الدين احنا نعرف هذا لأن صلاح الدين الأيوبي سأل القاضي قال له شن رأيك في خيال الظل، شن رأيك في هذا، وحنعرفه شن اسمه وقتهم على فكرة ما يقولوش خيال الظل في ذاك الوقت. قال رأي القاضي رد عليه قال رأيته موعظة عظيمة، رأيت دولا تمضي ودولا تأتي، بمعنى أن الموضوع كان يتكلم على العظات ويتكلم على ملوك قاموا وملوك نزلوا إلى آخره. وبعد الأيوبيين ما لقيناش نصوص هل بعد الأيوبيين، لكن بعدهم انشهر في عهد المماليك اللي وصفهم ابن بطوطة الرحالة الأمازيغي المعروف أنهم كانوا يحبوا الترفيه والطرب واللهو. والغريب أن ابن بطوطة نفسه ما جاب شيء على خيال الظل، فالله أعلم يعني. المهم بلغ خيال الظل أو طيف الظل شهرة كبيرة في عصر المماليك، عصر دولة الجراكسة زي ما هو معروف تاريخيا، وكان يتسمى وقتها باسم بابات. بابات تنجمع عليه بابا، وهذا هو العصر نفسه اللي انشهر فيه الباب. وكان فيه أبرع من مارس شخصية يعني هذا الموضوع، كان فيه شخصية علمية تعرف باسم ابن دانيال، هو أصلا من العراق وهاجر لمصر الأخرى. هذا دار فيه حتى كتاب سماه خيال الطيف، والغريب أن الكتابات متاعه قعدت منها نسخ نادرة في إسطنبول القاهرة وفي الأندلس. نعود مرة تانية، في إسطنبول القاهرة والأندلس، تتذكروا في حلقة الكارتا نفس الشيء صار، وعرفنا من خلالها أن الكارتا انشهرت في القاهرة وبعدين في الدولة العثمانية في إسطنبول وكذلك في الأندلس. المهم وفي مكتبة الأندلس لقينا المخطوطات هذه، في مكتبة الإسكربال اللي هي وريثة مكتبات المسلمين في الأندلس. الـ يعني هذه بس إشارة أن مسلمي الأندلس غالبا عرفوه حتى هم، ولو مشت من القاهرة للأندلس معناها مرت بإفريقيا الشمالية، لكن للأسف النصوص ما تسعفناش بشيء في هذا المجال، وربما في المستقبل نلقوا حاجات زي هذه. خلي نولوا لابن دانيال وعصر المماليك. كتب ابن دانيال مجموعة كبيرة من المسرحيات في هذا الفن، خيال الظل زي ما قلت، لكن وصلونا منهم ثلاثة بس على الأقل اللي نعرفهم توا. وصلنا منهم اللي هي بابا طيف الخيال، وبابا عجيب وغريب، وبابا المتيم الضائع اليتيم. والأول فيه وأشهرهم حقيقة هو بابا طيف الخيال. بابا طيف الخيال يعتبروا فيها من أكثر المسرحيات إبداعا في العالم، في عالم الخيال الظل. وهو نفس يعني نفسه كان كتب المسرحية. هذه عبارة عن قصة سياسية تنتقد قرار من قرارات الظاهر ببرص، والقصة طويلة، ويعني يعني وأكثر اللي تكلموا على الفن هذا قال لك الفن هذا راه ما هوش فن شعبي إلا مؤخرا في عصر المماليك، قبله في عصر زي ما قلنا الفاطميين والأيوبيين وغيره كان فن متاع السلطة والسلطان أكثر منه فن شعبي، لكن ولا فن شعبي في عصر المماليك. المهم في عصر المماليك يعني كان فيه أحد السلاطين متاع المماليك يحبه هلبة، ومن حبه ليه أن أخدي مسرح الظل معاه لما مشي للحج، اللي هو السلطان شعبان. هذا لما مشي للحج أخدي معاه مسرح الظل يعني الأدوات متاعه والناس اللي يديروا فيه وعي. وهذا زي ما قلنا أحد السلاطين متاع المماليك أو الجراقسة المعروف بالأشرف زين الدين شعبان عفوا، علاش قلت عباس؟ وهذا كان سنة 1370 حاجة زي هيكي،
وكان مسرح الظل أو البابات حاجة كبيرة. وفي هذه المدة نعرف عند العامة وبعدين انشهر وأصبح جزء من الحياة اليومية في مصر. والليبيين كانوا وانا يسافروا لمصر ويجوا كان في تجارة إلى آخره، فلا بد أنهم عرفوه، يعني مستحيل أن تكون من شهرة بهذه الكبر في مصر غير ما عندناش نصوص بس نقدر نكتب بها. المهم مع قعدش هلبة يعني في الاستعمار وحاجة كبيرة في الدولة في دولة المماليك وقتها وفي عصر المماليك، لعند ما جاء السلطان سيف الدين جمجق اللي هو حوالي 1450 منتصف القرن السادس عشر يقولوا. المهم الخامس عشر عفوا، يعني بعد 80 سنة من رفع شعبان ليه معاه لسلطان شعبان معاه للحج. ويخي زاد السلطان هذا جمجق أحرق كل ما يتعلق بالبابة أو بالقراغوز أو مسرح الظل، وأخذ تعهد على الناس اللي يمارسوا فيه أنهم هم عايشين يمارسوا هذا الفن معاش يعودوا يصنعوه. وكان كل هذا قبل العهد العثماني زي ما قلت، ووصوله للأندلس لابد زي ما قلت مر ببلادنا وعرفنا، يعني عرفوه الناس متاعنا سواء عن طريق التجارة مع مصر أو عن طريق كذلك الأيوبيين، لأننا نعرفوا أن من الأيوبيين كان في قرقوش سيء السمعة هذا، وهذا كان يعني يزيد الفرضية أن الخيال الظل ربما عرف في بلادنا قبل العهد العثماني. هذا كله فرضيات لأن ما عندناش نص صريح، ولكن الفرضيات هذه تعزز بعضها، الذهاب من القاهرة إلى الأندلس، وجود الأيوبيين في ليبيا، التجار الليبيين في مصر وإلى آخره، وهذا موضوع تاني. لكن قبل هذا كله رأوا مسرح الظل قبل الإسلام عرفوه الصينيين بألفين سنة قبل الميلاد، يعني حوالي 2500 سنة قبل ما يعرفوه المسلمين أصلا، واللي غالبا التجار المسلمين هم اللي أصلا جابوه من جنوب شرق آسيا. نلقوه عند يعني عند اليوم في مثلا دول زي تايلاندا وماليزيا وأندونيسيا وبدون شك ماليزيا. وهذه اللي وريت لكم قبل شوية شريتها، المابت هذه شريتها من أندونيسيا، وحنتكلم بعد شوية على الحاجات اللي شريتهم معاي لمسرح العرائس من أندونيسيا زمان لما مشيت قعدت مدة في جاوة من دون مش طويلة. وبدون شك ماليزيا زي ما قلت، يعني ولو حد منكم شي لأندونيسيا وجزيرة بالي تحديدا يقدر يشوف الكراكيز مازالوا يرفعوا يعني يديروا فيهم ويديروا في مسارح متاع الكراكيز للسواح. أكيد بعضكم توا بيتذكر لهم شيء للدول هذه ماليزيا وتايلندا وأندونيسيا. وبعدها المحلات السياحية تلقوا فيها نماذج منها بأشكال وأنواع، وهذا اللي تشوفوا فيه قدامكم هذا شريته أنا من واحد من المحلات في أندونيسيا. وطبعا عندهم فاصل هيك وينقام وينحط وينحط قدام شاشة تندار، المهم يعني الصناعة متاعها بجديات معقدة. وخلينا نعطيكم نموذج بس على الصناعة متاعها كيف معقدة. هذا مصنوع باللوح، هذا مدارينا للسياح ونم حاطه هيك على الطاولة ومنظر لي في الحوش متاعي. لكن صناعة عرائس خيال الظل ولا البابات، وهذا الاسم اللي نعرفه به زي ما قلنا، صناعة بجديات معقدة. هذا كراكوز جبته معاي من أندونيسيا، مش عارف هو شفاف شوية كان مش عارف تقدر تشبحوه ولا لا. هذا مصنوع من الجلد طوى، يعني مثلا اكتر البلاستيك واكتر كل شيء، لكن ما زال يصنعوا فيه بالجلد الشفاف. سامحوني علاش نقول بالجلد الشفاف، وربما بعضكم ما يعرفش ان الجلد ممكن يولي شفاف، وهذا نلقوها هنا في البندير ونلقوه كذلك في الطار والوتر والى اخره. المهم هذا يعني جلد متجفف ومخدوم بعناية بمواد كيماوية والى اخره، ويصبح جفاف الى حد كبير، يعني شفاف عفوا، وجاف بطريقة لو تديرها بيدك بقوة هيك يتكسر بصعوبة، لكن يتكسر. وعارف كيف الجلد يكون شفاف ويكون يعني ممكن يتكسر. الجلد بعد المعالجة متاعه زي ما تشوفوا مثلا في البندير وغيره يولي شفاف أو شبه شفاف،
السبب يديروا فيه هيكي باش لما يحطوا عليه اللون يطلع ملون في الشاشة. المهم الكراكيز هادو يديروا لهم في مفاصل ويديروا لهم في دين ويحركوا لهم في الجسم متاعهم وفي رجليهم زي ما تشوفوا في الطريقة هادي، ويلونوهم ويديروا فيهم حفر ويديروا فيهم حاجات هادي ثغرات باش لما الضي يطلع منها تبان من الجهة التانية، ونوريكم في بعض الصور. وعلى فكرة مش العرايس بس هي اللي تندار، يعني يديروا في ديكور بطريقة جدا معقدة وفي شخصيات محورية في دول شرق آسيا أغلبها مأخوذات من شخصيات هندوسية و يعني في الديانة الهندوسية، ولكن حتى المسلمين مثلا في ماليزيا وأندونيسيا حتى هم عندهم الشخصيات متاعهم، يعني حجي وحجي خوجة وغيرهم. يعني على السريع بس باش نرجع للتاريخ متاعها ونخش في الموضوع متاعها في ليبيا، عرفنا أن مسرح الظل في الأصل القديم بدأ في الصين ومن بعدها انشهر لعند اليوم في جنوب شرق آسيا منهم ماليزيا وأندونيسيا وفي الغالب من غادي جابوه التجار المسلمين معهم، وانشهر في مصر الأيوبية وبعدين في عند المماليك وعند كذلك الفاطميين باش ما ننساش، وبعدها في ليبيا انشهر بين العساكر العثمانية ولا متاع عامة الليبيين في النهاية، وفيه إشارات هلبة لي في هذا الباب. آخر من دار مسرح الكراكيز أو القرقوز في ليبيا هو الوسطي، وهذا بنجوه يعني بعد شوية. وأحسن من يدير العرايس اليوم هو الفنان الرائع عمنا أو خالي يوسف الكردي، الله يذكره بالخير، وهذا بنجوه حتى هو بعد شوية ونعرفه به بأعماله. لكن علاش أنا في رمضان جبت الموضوع هذا؟ لأن رمضان كان أكثر وقت تنشط فيه مسرحيات خيال الظل أو القراقوز، والله أعلم يعني شن أصل كلمة قراقوز على فكرة، ولكن الباين عندها علاقة، يعني مش الباين هيك يقولوا بعض الباحثين يقولون علاقة بالحبس قولوا مش عارفين هو وكلام زي هذا، ولكن ربما وأني هذا هيك اللي رجحه أنه مرتبط بحكاية يعني كانت مشهورة به، يعني في حكاية تنحكى فيها شخصيتين حتى الآن في تركيا في الحكايات هذه اللي يستخدم فيها الكراكيز أو عرائس مسرح الظل، فيه شخصيتين مشهورتين في تركيا، قاراغوز يعني صاحب العيون السوداء، القصص العثمانية اللي هي قاراغوس وعواض، هذو اثنين هما اللي انشهروا في هذه القصص، قراقوز وعواض، والغالب هذا هو الأرجح، عواض يعني الناصح. المهم وقراقوز بعين السورة يدير في العمايل، وعواض هو اللي ينصح فيه وهو الحكيم هو اللي يرد فيه للطريق. زي ما قلت في رمضان لعند الثلاثينات والأربعينات كان القراقوز حاضر في الحياة الليبية وما اختفاش لعند مبدي الراديو والمسرح ويعني المسرح الحديث وغيره والتلفزيون من بعدهم قضت عليه نهائيا في الستينات. تعرفوا اليوم قضية التنافس على البرامج الدرامية في رمضان وخروج كل هذه الوسائل الترفيهية في رمضان هي في الحقيقة راهي امتداد على اللي كان صاير زمان، يعني مثلا الفقيه حسن يحكي لنا ان في قهوة الشيخ كان فيه برنامج فرجة وكان فيه حكواتي وكان فيه ضرب على الموسيقى، ويعني الشاهد ان في ان عالم الترفيه على الناس كان موجود من زمان غير وسائل تغيرت، والحكواتية اللي بالفلوس كانوا مشهورين في ليبيا كلها خصوصا في الحواضر الكبار، يعني زي ما قلنا في قهوة الشيخ هادي في رمضان بالذات تكتر السهريات منها سهرية الموسيقى اللي حسب الفقيه حسن كان قايم بها اليهود الليبيين وبعض الليبيين المسلمين. الشاهد القراقوز اللي آخر وأشهر واحد فيهم كان اسمه الوسطي، ومش القراقوز نفسه الحكاوات متاع القراقوز أو المنفذ متاعه واللي يلعب فيه ويقولوا لحتى الحوكي وغيره، يعني بالك نعرف به بعد شوية. كان عنده محل تعرفوا، خلينا نخش في موضوعته، كان عنده محل في سوق الربع وكان يحول فيه محل هدا من النجار، هو كان نجار على فكرة مهنته أخذها من بوه، هذا بتعرفوا بعد شوية، وهذه شفتوها مصنوعة من اللوح وهذا يساعد هلبة لأنه يكون يدير الكراكيز هذه وغيرها ويغير الشخصيات متاعهم إلى آخره.
المهم كان صناعي صاحب حرفة يد والآخره، ومحله متاع النجارة هذا كان يحول فيه لكاراغوز بعد المغرب في رمضان، يعني من بعد المغرب لنص الليل كنت تقامز عنده وتحط 5 مليم لديك الصغيرة الحمراء قدامه وتخش تتفرج عليه يحكي لساعات. أحكى لي الأستاذ القدير خالي يوسف الكردي وأنه كان يمشي لدكانه لما كان صغير باش يتفرج عنده، ويوصف في المحل أن أرضيته رملية وعنده زوز بنكينات يمين ويسار، البنكينات هم الكراسي هذو اللي كنبة اللي قامزوا عليهم، والصغار كلهم يجوا عنده. قال لك في يعني في كل خطرة يدير فيها حاجة يوصل عدد الأطفال اللي عنده 40 ولا أكثر. وعمي مختار دريرة أكد لي الكلام هذا، وكان هو نفسه من الناس اللي تحرص أن تحضر له لما كان صغير. قال كان عمري 5 سنين حاجة زي هيك، قال كنا نحطه حتى هي 5 مليم نفس الكلام اللي قال الكردي، ونحضر له طول رمضان يعني زي مسلسلات اليوم، يبدأ بحكاية في بداية رمضان هذا عمكم الوسطي ويحكيها ويقعد يدير، مش يعاود نفس الحكاية كل يوم، لا يحكيها ويحكي التتمية متاعها غضوة والتتمية يديرها بطريقة تشويقية. وعمي مختار يحكي لي قال واحدة من الرمضانات كنت حضرت حكاية الحاجيوان، يعني وهذه القصص في الحقيقة كانت تنقال للصغار وأكثرها مواعظ وعبر، ولكن مرة تكون فيها شخصيات لئيمة هيك يوصف فيهم عمي مختار تريرا، زي شخصية حبها الصغار هلبة اللي هي شخصية حاجيوان اللي قلت عليه قبل شوية، وفي شخصيات تانية زي الملحوس والحاجي وغيرها. تعرفوا كيف رمضان مسلسلاته يراجوا فيهم كل يوم، وكل يوم حكاية مبنية على اللي قبلها. هيك كان الوسطي، عمكم الوسطي في سوق الترك، في نهاية سوق الترك وانا في التعريج بتاع المهم هو المحل بتاعه توا ولا محل بتاع ملابس. يعني وهو لازم يكون، يعني الواحد لما بيدير حرج زي هذه لازم يكون عنده هيك قدرة يغير صوته، يدير أصوات حيوانات، يدير أصوات شخصيات مختلفة. أنا الذي قبضت عليه من هنا، طبعا هو يقفها باللهجة الليبية، أنا اللي شديته من الجهة هذه، وهذا كما غادي يقول لكن أنا جبته وما تلاقيتش معاه من غادي، يعني أنا ما درتش قصة باش نقولها، لكن اللي بنقول لكم أن الصوت متاعه يتغير ويتكلم بشخصيات مختلفة وعنده حضور، ومرات يدير شخصية الراوي، ومرات كان فيه تشرشير مي يقول ولا صوت عصافير ولا حاجات زي هذه، يدير مؤثرات صوتية. المهم كان عالم خيال عادم تاني بكل يعني المستمعين من الأطفال في هذاك الوقت ما عندهمش العالم اللي عندنا احنا توا من التلفزيون والسوشيال ميديا وغيرها، فلما يقامزوا قدامه ويتفرجوا يسرحوا بخيالهم بعيد ويشوفوا في الشخصيات قدامهم تتحرك زي الرسوم متحركة، يعني الصغار كده كانوا يستغربوا كيف الشخصيات هذه الشخوص هذه تتحرك قدامهم في الشاشة وإلى آخره. وعلى فكرة الكلام متاعه يقولوا كان يكون أحيانا مقفى هيك مسجع، رأيته فالتقيته فوجدته فانتقيته، يعني حاجات زي هيك. المهم زي ما قلت لكم العامية الليبية، مش عارف علشان نولي للعربية فصحى. به هني بنوقف على الحديث عن الحاجات اللي يدير فيهم المسرحيات، خلينا نتكلموا على الوسطي واسمه نفسه هيك شخصية. الوسطي هذا كان آخر شخصية تخدم خيال الظل في ليبيا، أو طيف الظل اللي مشهور باسم قراغوز في ليبيا، وعليه فكرة قراغوز ولت عزارة في ليبيا، يعني حد بتقول له هذا هيدوق ولا مش لا مروحه ولا يتصرف تصرف صبياني يقول عليه قراغوز. ويخي حتى اليوم نشوفه في السوشيال ميديا يسموا ببعض الساسة قراغيز يعني، وتسمت به برامج فكاهية في التلفزيون زمان، ويخي فيه حتى يعني روايات هيك، يعني هذه الرواية عجبتني هل عجبتها لكم زمان قريتها قديمة هلبة والله، عليها الختم بتاع الداخل وعليها التواريخ اللي قريت فيها، اللي هي كتاب الكاراكوز متاع محمد علي عقيدة العمامي. و يعني المهم الوسطي، خلينا نولي الوسطي، انا ديما هيك نسرح ونطلع من المواضيع، سامحوني هيك والله غيرك المعلومات تجي يمين ويسار بنادم يعرضها على اي حال. يشير الاستاذ بشير محمد عريبي عليه ويتكلم عليه
باختضاب الحق يعني. وعالم الفن والكراكيز تكلموا عليه هالبليبيين، لكن ما فيش حد إلى الآن دار عليه دراسة هيك وافية وكاملة علمية بحيث تخرج لنا رسالة ماجستير دكتوراه اللي هو يعني ملخص طلبة الفن والمسرح وإلى آخره. علاش؟ لأن التاريخ بتاعه شبه مجهول في ليبيا، والناس اللي تعرف عليه قليلين، وقليل منهم يعني كبار هل بتوا في السن على أي حال. والحق يعني هذا راهو فن قائم بذاته اليوم، وفيه مهرجانات دولية وغيرها، ومت يعني ويوسف الكردي اللي بنجوه بعدين مثل ليبيا خير تمثيل في يعني في المهرجانات الدولية اللي تعرض للكراكيز في ليبيا. سامحوني أكيد بعضكم مازال يراجي بيعرف شكون هو الوسطي. الوسطي أول شيء غير بنعرف بالاسم، الوسطي له اسم كان مشهور في ليبيا، اسم متعارف عليه في ليبيا زمان، ويعني يتسمى به العيل الوسطي، وغالبا يتسمى محمد، وهذا مشهور بها طرابلس وأجزاء من تونس وكذا، ويرجح يعني بعض الناس زي عمي درير أنه يكون أصله أندلسي. ولكن احنا في الثقافة الأمازيغية كذلك عندنا أسماء للصغار، احنا نقوله للأول نقوله له أمنزو، وبمعنى الأول أمنزو يعني الابتداء أو الأول أو الفاتحة أو إلى آخره، ونقوله للمتوسط الأوسط الوسطي هذا نسمه فيه إحنا زليطن، وهذا منين جت كلمة زليطن المدينة، لأن جدهم حسب المؤرخين وإلى آخره هو كان الأوسط اللي توسط خوته من المهم. وبعدين عندنا أمازوس اللي هو مصمص الكرشة زي ما يقول الليبيين، آخر واحد عنقود، آخر واحد العنقود، وإحنا الليبيين نقوله كذلك باللهجة الليبية في الفواكه اللي هي متأخرة نقوله فيها المازوزي والآخرين، وهذه تعني آخر واحد أو المتأخر بالأمازيغية. المهم الوسطي هذا كان اسمه الوسطي هيك يعني، مش اسم حركة ولا اسم فني ولا آخره، لا اسمه الوسطي. وهذا شن قصته؟ هذا يا سيدي ما نقدروش نتكلموا عليه بلا ما نتكلموا عليه حمدة التركي يقولوا له، أو حمدة العثماني. حمدة هذا في الغالب ربما يتسمى مهمت بالتركي، المهم جالي ليبيا في أواخر العهد العثماني. مهمت هذا ولا حمدة هذا كان نجار، وكان في رمضان يحول في محل متاعها متاع نجارة للقراقوس، وشفت الرب ما بينه وبين الوسطي في العشية. وهو بما أنه كان نجار كان يصنع في العرايس متاعه بروحه، وكان في رمضان يغير في محله من بعد صلاة المغرب لعالم الخيال الجميل هذا اللي كان يحكي فيه حسب عمي مختار على القصص والأساطير. عمي مختار ما لحقش عليه، لكن لحق عليه ناس لحقوا عليه اللي تعج بالمواضيع الاجتماعية بأسلوب كوميدي فكاهي يدعي للسلام والمحبة والصدق والأمانة وفعل الخير، وقالك ليه قدرة عجيبة يعني لإضحاك المترددين عليه، ولكن كان يتكلم بلهجة تركية أو بلكنة تركية عثمانية. هني بيجي دور الوسطي، والوسطي هذا يا سيدي بن سيدي هو ولد مرت حمدة هذا مهمت. هذا السيد العثماني تزوج من سيدة طرابلسية الباين ما من جهة بوهريدة هكي، كان زوجها توفى عليها وجابت منه عيل سموه الوسطي. الوسطي هذا مجموعة صغار منهم الوسطي هذا، الوسطي هذا رباه حمدة زي ولده، وكان من الحاجات اللي دارهم علمه صناعة النجارة، ومعاه تعلم خيال الظل. لكن الوسطي بما أنه طرابلسي كان يعاود في الحكايات بلهجة طرابلسية جميلة، وكان يترجم في كل القصص اللي يعرفها بلهجة من حمدة هذا إلى اللهجة الليبية. وكانوا الصغار واللي من ضمنهم عمي مختار دريرة والفنان يوسف الكردي يتفرجوا ويحضروا في عروضه. وخالي يوسف قال لي أنا كنت مدمن عليه خيال الظل، كنت نمشي له ديما. وهني وين النبوغ متاع عمي يوسف اطلع، لأن عمي يوسف حقيقة بدون منازع هو وريث السيد الوسطي في هذا الفن. الوسطي طبعا توفى سنة 1954، وعمي يوسف خش عالم الفن والمسرح وله أكثر من 20 سنة وهو يحيي في فن القراقوز، ودار عليه بحوث ودار عليه أعمال ودار عليه حاجات جميلة جدا، لأن زي ما يقولوا يعني عمي يوسف حقيقة
زي ما قلت وريت هذا الفن، وأنا نعتذر سميته عن بكري القرقوز هذا الفن، لأن عمي يوسف ما يحبش يسميه في هذا الفن لأنه يقول أصبح فن مبتدئ، ويقول لي يقول فن الخيال ظل أو ظل المسرح ولا اللي تبيه، المهم ما تقولش قرقوز. طبعا نقولها خالي يوسف لأنه هو حقيقة ابن مدينتي من مدينة يفرن، ولكن حقيقة من سكان المدينة القديمة لأن أبوه انزل لطرابلس سنة 1920، وحسب ما حكالي بعدين بوه خدم في غريان وبعدين في يفرن وغادي وين انزاد خالي يوسف وعاود انزل لطرابلس، وتحديدا زنقة الفنيق دا فنيدقة عفوا، وهو توه في السبعينات طبعا ربي يبارك له في عمره. من خيرة ما تعرف خلقا وتواضعا يوسف الكردي، تعرفوا هو حقيقة لقبه الكردي باهي، لكن هو راه ماهوش كردي مش من كردستان، لقبه الحقيقي هو يوسف الزقرار او الزقرار يعني الطويله، وانا مش عندنا في في طرابلس شارع الزقراره، وانا اللي هو سمع الكورنيش توه زقرار كلمه مزغيه تعني الطويل. المهم كردي بالامازيغيه كلمه حماميه تقال على الشخص النشط اللي ينقز هلبه وعنده نشاط وحيويه، وجد يوسف هذا تسمى بها، تسمى كردي لانه كان انسان نشط، وهذا طبعا موضوع تاني خلاني نخرج من الموضوع. المهم الفنان يوسف الكردي والممثل القدير بدون شك هو المرجعية في كل ليبيا في هذا الفن، شارك ورفع اسم ليبيا في عدة مناسبات نعرض فيها هذا الفن، ويخي سهرات دارهم في مصر في تونس وغيرها مع فنانين كبار، والأهم من هذا كله خالي يوسف قلبه كبير ورهيف، يحب الناس هلبة، كان يمشي لدار العجزة وبارك مازال يدير فيها والله أعلم، ودور الأيتام ويدير في عروض في مستشفى الورى ويدير حتى في صهريات في الهواء الطلق، أنا حضرت له واحدة من هذه في جوس ماركوس، والطريقة والخيال حاجة قمة في الروعة، يعني هو يصنع في الكراكيز متاعه بروحه على فكرة، هو إنسان مبدع قلت لكم يعني رهيف هيك وفنان والآخره. كانت القصة اللي حكاها مشوقة جدا، قصة الحمامة والنملة، وكان يعني هو يزيد فيها هيك بطريقته بالأصوات اللي يدير فيهم والمؤثرات الصوتية والطريقة اللي يحرك فيها بالدمى، راهو مش بهالسهولة أنك إذا تجيب دمية وتحطها قدام سكرين، فن قائم بداته. ويريد بعض الناس يمشوا يتعلموا منه خالي يوسف هذا، لأن هذا الفن ما نبوش يضيع. المهم عندها قلت لكم قدرة عجيبة جدا في واللي تحت فرصة مفروض يمشي يتفرج عليه، هو عنده أكثر من روتين يعني في العروض متاعه، يعني مش غير قصة الحمامة والنملة، الزوج وزوجته وحوارات مش عادية تعالج قضايا إنسانية وقضايا زوجية وغيرها. ولو بنتكلم على خالي يوسف مش حنتوقف الحلقة زي هذه، يعني زي ما تعرفوا قصيرة به، أنا يعني لازم نتكلم كذلك برا طرابلس، لأن كان حاضر في كل الحواضر الليبية من ضمنهم بنغازي، كان فيه كاراغوز بازاما معروف، أهل بنغازي أكيد اللي يسمعوا فيها تو يعرفوا أن كاراغوز بازاما مدينة في بنغازي مدينة الثقافة، كان يقدم في عروض ممتعة جدا طوال شهر رمضان، عند كوشة السيل مبروك يقولوا لها، في سوق الخضارة، في شارع متفرع من شارع المهدوي، ويقولوا أن بازاما نفسه تعلم على يد شخصية تانية اللي هي المرحوم المهدي ضانة وربي يرحمهم أجمعين، ناس تحب يعني ترفه وتدخل السرور على قلوب الناس، يعني مثلا بازاما هذا ينقال في الحرب العالمية الثانية كان يرفه بالبلاش على المصابين في الحرب والناس اللي تشردت وطاحت حياشهم، المهم الناس لولا كان فيهم البركة الخير والبركة زي ما يقول ربي يرحمهم أجمعين. به التولاية شوية للوسطي اللي كان محله في سوق الترك، وكان الصغار لما يطلعوا منه فيه اللي يبيع في الفول والحمص والسمينسة، قال لي حمي مختار دريرة كان في واحد يبيع في الفول المشهور غادي اسمه عمي الحصلة، يقولوا له الحصلة الله يذكره بالخير الله يرحمه إن شاء الله، نمشوا ناخدوا منه الفول، حقيقة اسمه الحقيقي هو عمي محمد النعال الله يرحمه، أصوله ترجع لمدينة أجلة، وبجديات لو تفكروا فيها جو الأفلام والسينما بمعايير زمان، راهو يعني تمشي وتاخد السمينسة وتطلع وتاخد فول وتحضر حاجة وتقعد تحضر كل ليلة وتكمل فيها، شنو هذا هو السينما يعني. يعني السهرات الرمضانية متاع القراقوز أو خيال الظل أو مسرح الظل والسينما اليوم، وزي ما شفنا الصغار يستنوا في رمضان باش يشوفوا الحلقات، يعني المسلسلة من 30 حلقة في رمضان ما بين المغرب ونص الليل على ضي الشمعة ولا الفنار زي هذا، على فكرة هذا استخدموه زمان يديروا الفتيلة الداخل ويوهج في الضي هلبة. المهم يقول لي عمي مختار
يعني أن هو كان يستمتع هلبة بهذا الفن. وني حقيقة حتى ني هذه هي آخر حلقة لي في رمضان، وربي يتقبل صيامي وصيامكم، وما نقدرش نكمل الحلقة هذه بلا ما نوريكم صورة دارها الفنان عوض عبيدة، أظنه الرسام الليبي الوحيد، وصححوا لي كان أنا غلط، اللي دار الكراكيز الليبية في لوحة وجسدها مع فرحة الأطفال والآخره. وربي يخلي أيامنا كلها فرح، وهي تحياتي مني وارتفعت. السلام عليكم.